مساء الخير عليكم يا حبايبي، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي الفيديو بسيط جدا جدا وسهل وبسيط، مش هياخد اي وقت. ايه بقى؟ السلطه. هتقولوا لي السلطه محتاجه فيديو؟ اه، سلطه الحاتي محتاجه فيديو. السلطه اللي احنا بنجيبها من عند الحاتي للمشويات بيبقى ليها طبعا دقه معينه وليها كده ايه، زي بيقولوا طعم الويسكي يعني. هنبدا يا حبايبي. اول حاجه المكونات بتاعتها بتبقى بسيطه، ما بتبقاش اوفر قوي او زياده قوي. طبعا طماطم والخيار والفلفل الاخضر، وهنا تحطي بقدونس او شبت او كزبره، اي حاجه من اللي انت بتحبيهم، وليمونه، بصلايه، وهنا اقل من نص كوبايه خل، وميه، كمون، ملح، بس كده. ادي المكونات بتاعتها. نبدا كده يا حبايبي. هنقطع البصل جوليان او شرايح اهو كده، مع بعض كده واحده واحده يا حبايبي اهو كده. هنقطعه بسيط تاني كده، اقطع ايه، شرايح كده، معلش الصوت ده يعني اهو. ايه دي كده؟ طيب نكمل بقية البصلة. ماشي حبيبي اهو كده. طبعا من عند الحاتي، سوري يا جماعه، من عند الحاتي بنجيب السلطه دي وبتبقى ايه، بتعجبنا جدا جدا. هقطع كده بقى عشان الصوت يعني، اهي اهم حاجه نقطعها جوليان كده او شرايح اهو اهو كده حبايبي. ادي اهي قطعناها كده تمام. طيب نعمل ايه؟ نحط الايه، بصلايه اللي قطعناها واحده بس كده في الطبق اهي. نحط ايه عليها؟ بص حبايبي اهو واضح، نحط الملح والكمون، الملح والكمون على البصلايه اهو، وايه عليهم؟ اقل من نص الكوبايه خل كده تمام. طيب ونحط ميه يعني كده مثلا ايه، اهي كده كويس. شوف احنا عملنا ايه بقى، اهي دي الويس يعني ده الويسكي بتاعها. هنسيبه كده شويه ونعمل ايه، نقطع القوطه بتاعتنا والخيار والفلفل والكلام ده كله. دي كده نركنها على جنب يا جماعه، خلاص كده. طيب بصوا بقى، الحاتي طبعا عشان بيخلي السلطه طول النهار فبيضطر يعني يقطعها ازاي، يقطعها قطع كبيره عشان بتفضل معاه وما تتبلش، غير ايه مثلا ست البيت اللي هي بتقطع السلطه قطع صغيره. لا ده اهو كده يا جماعه، شايفين؟ طبعا بيحط لها ايه، الدقه اللي احنا عملناها دي وبنسيبها. ونصيحه يا جماعه، لو انت مثلا شاويه فراخ، كفته، اي نوع من المشويات، تعمليها قبلها بساعه، قبلها بساعه بتبقى ايه افضل. ادي كده ماشي. نقطع الخيار، نكمل تقطيعه زي ما احنا قلنا، بتتقطع ايه، قطع كبيرة مش قطع صغيرة. ادي اهي هاتي بيعملها كده. طبعا انا مش هاخد وقتكم في التقطيع، بس هقول لكم ايه، ان هي بتتقطع ازاي يعني، الشكل العام ليها وايه، واحنا هنقطعها كده يعني. ادي يا جماعة
قطعنا الخيار. طيب ادي الخيار بتاعنا. هنا عندنا الطماطم، بصوا ادي اهو بيقطعوا ايه قطع كبيرة كده اهو، شايفين اهو، واحدة كده اتنين بس كده اهو. طبعا احنا بنحب السلطة بتاعت بره ليه بقى؟ عشان الدقة اللي احنا عملناها مع بعض دي، او اللي بيسموها ويسكي يعني. اهو يا حبايبي اهو، شوفوا قطع كبيرة، كبير اهو كله كبير، شايفين. اقطع لكم برضو الفلفل كده اهو، ماشي. وهكمل بقية السلطة وبعد كده ايه نشوف. التقطع زي ما احنا قلنا كلها قطع كبيرة. هقطع برضو الشبت اللي عندي كده والبقدونس اللي معايا وكده، وهقطع بقية الحاجات قطع كبيرة، وبعد كده ايه نرجع نكمل حبايبي. ورجعنا يا حبايبي كده، قطعت الايه بقية الخضار. بنعمل ايه؟ اول حاجة عندنا هنا الدقة بتاعت السلطة او الويسك بتاع السلطة، ادي اهو ونحط عليها ايه ليمونة، ادي اهي ليمونة نعصر ليمونة. وبنرجع نحط الايه اللي احنا عملناه وقطعناه، القوطة والخيار والفلفل اهو يا حبايبي كده، وادي بنقلبهم في بعض. وبقت عندي اجمل سلطة، ايه ده اهي يا حبايبي، حتى ريحتها جميلة جدا، شايفين اهي بالدقة بتاعتها. وبكده سلطة الحاتي معانا خلصت، وادي السلطة الجميلة الحلوة بتاعتنا. واقول لكم يا حبايب قلبي مع الف سلامة، وان شاء الله هتعملوها وتعجبكم سلطة الحاتي التحفة. باي باي يا حبايبي، مع السلامة.